نرجع لموضوعنا مرة تانية زي ما قلت لكم قبل الفاصل. معايا دلوقتي نرمين. ازيك يا نرمين؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. نرمين سمير. نرمين سمير 26 سنة. 26 سنة. صغيرة 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 يا نرمين. اتجوزتي وانتي عندك كام سنة؟ 18. ياه 18 سنة؟ ده انتي كنتي صغيرة خالص. طيب هنتكلم مع بعض دلوقتي يا نرمين، بس كمان ارحب بالاستاذ شريف رسمي وهو حقوقي ومحامي. ازيك يا استاذ شريف؟ منورنا. طيب نرمين اتجوزتي وانتي عندك 18 سنة، مش شايفة 18 سنة ده صغير قوي؟ هو اساس العيلة عندنا كله بيتجوز صغيرين. كنتي بتحبيه؟ طيب كنتي مقتنعة ولا كان لازم تتجوزي؟ هو اصلا ابن عمتي، بس انا افتكرته ان هو يبقى شخص كويس معايا، للاسف طلع العكس خالص. يعني هو ابن عمتك اصلا؟ ابن عمتي اسمه جرجس عياد. طيب ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ احكي لي. انا اتجوزت بقالي 9 سنين معاه. اول 4 سنين كان كويس جدا، من بعد ما جبت مايكل في السنة 5 بقى شخص تاني مختلف خالص، بقى يضرب بيا ضرب غريب جدا، بيضرب بحاجات مختلفة جدا، يعني بيضرب بمواسير المية، بيكهرب بيكهرب وكب عليا غلاية مية سخنة على بطني. ياه ده انتقام يعني؟ ليه؟ ليه هو الغل كان ده؟ حابب كده عشان هو اصلا ما كانش بيشتغل، من ساعه ما اتجوزنا هو مش شغال، هو دلوع باباه ومامته، دي كارثه بقى. دلوع باباه ومامته بس، فكانوا مدلعينه وما طب هل كانش كان حاسس بيحصل بالتعب. خناقه مثلا يخليه يعمل لا كده؟ من غير خناقات ولا حاجه، هو كده على طول. هو عيشته كلها كان قاعد في البيت، ما كانش بينزل يشتغل بيشتغلش ولا حاجه، لا ففاضي خالص بقى، قاعد فاضي في البيت. فخالص قاعد فاضي كان بقى. بيشرب حاجه؟ بيتعاطى لا حاجه؟ ولا حاجه خالص، ده هو محاسب اصلا. ما هو محاسب بس ما بيشتغلش. لا ما بيشتغلش. طيب يعني هو ما بيتعطاش حاجه؟ لا ما بيتعطاش يعني حاجه. وهو بيعمل كده فيكي هو في كامل قواه العقليه ومش بيتعاطى اي حاجه؟ لا مش بيتعاطى حاجه خالص، طب كان بيقوم يضربك ليه؟ يعني ايه السبب؟ من غير اسباب، يعني اي حاجه تضايقه هو مش مني انا، يعني اي حاجه تضايقه هو مع بابا او مامته فبيحب يطلع فيا انا. يطلع فيكي ازاي يعني؟ يعني اما هو رماكي بالميه المغليه بتقولي رمى عليكي غلايه؟ انا بديله الشاي السخن مقدمه له، راح كبه على بطني، بعد كده قام جايب الغلاية وكبه كله على بطني ايه السبب بقى يعني؟ من غير اسباب. طب ايه تاني عملوا فيكي؟ ضربني بماسوره الميه هنا، كسر دراعي ما مش بتحرك خالص، وعامله 3 عمليات برضك في رجليا بسبب الضرب منه. ايه الـ3 عمليات عبارة عن ايه؟ 2 تنظيف، حصل تسوس في العظم. تسوس في العظم؟ الدكاترة كلها كانوا مجمعين في أول عملية ان انا اخش اعمل بتر على طول، بس فأشكر ربنا طبعا لما دخلت العملية حصل تنظيف بس، وعملت 2 تنظيف فوق وعملت ترقيع من اللي هو فوق لتحت، ترقيع انا شايفاكي وانتي داخله عليا انتي مش قادره تتحركي، مش مش قادرة قادره اتحرك من تمشي. رجلي او مش بقدر اتحمل عليك كويس. طب معلش يعني يا نرمين، انتي ايه اللي يخليكي، هو قعد كام سنه يعذب فيكي ويضربك سنتين الضرب المبرح ده؟ سنتين سنتين. ايه اللي يخليكي تصبري ان انتي تتضربي بالشكل ده؟ المشكلة ان هو كان مانع اهلي كمان مني، اهلك ما يعرفوش؟ اهلي ما يعرفوش حاجة، خلاني اكبرني حط السكين على رقبتي هو ومامته وبابا، خلاني اتصلت برئيس الحتة عندنا، رئيس الحي بتاع العمرين استاذ احمد منصور، غصب عليا ان انا اكلمه وقال لي تقولي له ان انا مش عايزه باباكي ولا مامتك ولا ما يجونيش، وانا الحمد لله كويسه، بس بقى من الناحيه التانيه بقى يعذب فيا. يعني انت اهلك كانوا قلقانين عليكي اهلي كانوا قلقانين عليا عشان ما يوصلولكيش خلاكي تكلميهم وتقولي مش عايزه اعرفكوا تاني؟ ومش عايزه اعرف حد فيكم تاني، بس فمن طب الناحيه وليه التانيه بقى والدته ووالده يعذب فيا. هيعملوا كده ليه؟ مامته وباباه هيعملوا كده ليه؟ هما بيسمعوا كلامه عشان هو الدلع بتاعهم اصلا، هو ابنهم الوحيد؟ ابنهم الوحيد مع 4 بنات تاني. وانتي كنتي ساكته ما حاولتيش تمشي، ما حاولتيش تهربي؟ يا كان سنتين ده قافل كتير. عليا بالمفتاح، ما كانش ينفع اهرب، اه يعني انتي مش عارفه توصلي لحد ما اصلا؟ كنتش عارفه اتوصل خالص، وكان مانع من التلفونات. انتي معاكي منه ولد وبنت؟ معايا ولد مايكل 4 سنين وماريا سنتين. وضعهم ايه دلوقتي؟ المشكله اصلا ما كانش بيخليني امسكهم خالص ولا اجي جنبهم حتى، ليه؟ كان مانعني منهم، كان مامته تعمل الاكل وكانت تاكلهم هي وتلبسهم هي، كان مانعني منهم خالص ايوه هو ليه كرهك كده؟ الكره ده، ده كره. ليه كرهك بالشكل مش ده؟ عارفه السبب بقى منه، ما قالكيش ولا مره مش في قايل خناقه السبب خالص. انا بكرهك مثلا، انا مش طايقك؟ هو كان بيقول كتير، ايه اللي بيقوله؟ من عايزه افهم. بيقولي بكرهك ما بحبكيش كده، ليه؟ مش عارفه السبب.
ما كنتيش بتصعبي عليه وانتي بتتألمي كده وانتي موجوعة؟ كان بيضربني بيخليني يغمى عليا في الارض ويسيبني ويروح عند مامته في الشقة التانية. مامته عارفة ان هو كان بيتعدى عليكي التعدي ده؟ مامته كان بيكتفني اصلا بحبال الغسيل، وكان بتنزل فيا ضرب هي كمان. مامته لسعاني كذا مرة من النار. ايه ده من في ايه يا نرمين؟ اسرة حرب. في ايه يا نرمين وانتي اسيرة؟ كانوا واخدينها كأسيرة حرب تقريبا وعايزين يطلعوا. فين؟ طب اهلها واخواتها فين؟ مش عندك ولدين اخين؟ كان منعهم مني فخليني اتصلت بيهم. جيران ما كنتيش بتصوتي؟ ما حدش بيسمعك؟ في جيران كتير شهدت في القضيه. يعني انت قعدتي سنتين محبوسه بتتضربي؟ سنتين. طب ولادك ما كانوش بيشوفوكي وانت بتتضربي؟ كانوا بيشوفوني، كانوا بيعيطوا، بس هو كان بياخدهم عند والدته في الشقه الثانيه.